عليكم اسعد الله مساكم بكل خير. جالس اقرا كتاب اسمه كافيين بلوز. وش معنى بلوز؟ يعني يخلي عندك نشوه زي الطفل او معلمه روضه الاطفال اذا دخلت على الاطفال ومعاها كيكه او حلا، شوف كيف الاطفال ينططوا. نفس الحكايه، هذا معناته بلوز، انتعاش، او اللي يسمونه بعض الناس يسمونه كيف، انا ابي اكيف. هنا حط علاقه ما بين الكافيين والسكر عن طريق أحداث التأثير على إيش؟ على regulating the effect أو regulating effect of insulin، تأثير على هرمون ضبط سكر الدم اللي هو الإنسولين، والتأثير برضه على اللي هو مقاومة الإنسولين insulin resistance. إذا بتشرب قهوة اشرب، بس لا تكون مفرط فيها، انتبه. يعني حدك كوب، إذا أنت يعني بتمشي بالسيف سايد أو بالجانب الآمن، كوب واحد كافي ترى. سؤال مهم، طيب لو وقفت الكافيين ما راح ينزل الميتابوليزم؟ قصدها ممكن حرق الدهون، وهذا اللي أنا أتوقعه. شوف، الأبحاث أغلبها توضح انخفاض الوزن مع استهلاك القهوة، ولكن فقط في البداية إذا لم تؤثر القهوة على الغدة الدرقية اللي هو يسمونه كسل الغدة. يعني ممكن تنزل لك القهوة أول شهرين، أول ثلاثة شهور، لكن هل الاستمرار مع القهوة بينزل وزنك ويوصلك للوزن التمام؟ ما شفنا شيء هذا واقعيا الآن. هنا اللي لازم تفهمونه إنه كل خلية داخل جسمك تأكل ولها فضلات وتتنفس أكسجين، وهنا في عندك عملية حيوية داخل الخلية. إيش اللي يتحكم بالعملية الحيوية هذه وسرعتها؟ يتحكم فيها حاجة اسمها HPA axis، وتعني العلاقة ما بين الغدد الكظرية الموجودة أعلى الكلى مع منطقة الهايبوثالامس بالدماغ والغدة النخامية. وإيش اللي يصير؟ اللي لازم تعرف أن مادة الكافيين عبارة عن مادة استنفار الجهاز العصبي، يانج ماتيريال، والجسم يحاول طردها إذا دخلت. عشان كذا يكون في إدرار للبول، ولازم تزيد من شرب الماء عشان ما يكون عندك انخفاض برضو في نسبة المعادن. لكن عملية الاستنفار هذه تزيد معدلات الإشارات المنتقلة من الغدة الكظرية أو الغدد الكظرية إلى الدماغ ما يقارب الخمسة أضعاف، خمس أضعاف السرعة. يعني كانت بيب 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 بيب، صارت وشو؟ بيب 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 بيب. انتقال الإشارات هذه استنفار داخل الجسم، صار يخلي عند بعض الأشخاص قلق، هلع، خوف، توتر من شرب القهوة أو من مادة الكافيين بالتحديد. لكن هنا ارتفاع الإشارات أو سرعة الإشارات من الغدد الكظرية إلى الدماغ بخمسة أضعاف ما تنتهي هنا، لا، حيكون لها تأثير على الخلايا أو الخلية هنا. يعني عمل الخلية اللي كان المفروض تخلصه بخمس دقائق راح تخلصه بدقيقة واحدة بس. هذا يعني ارتفاع فضلات الخلايا إلى خمس أضعاف على الكبد. هذا ممكن يخلي الجسم يلجأ إلى خفض هرمون الثايروكسين المفرز من الغدة الدرقية، لأنه هرمون الثايروكسين له علاقة بضبط عملية الأيض هنا، بدرجة الحرارة هنا. فإذا انزلت درجة الحرارة يستطيع الجسم السيطرة على إيش؟ على عملية الأيض داخل الخلية اللي يسمونه الميتابوليزم، عشان ما يكون فيه فضلات أعلى على الكبد، وتريح الكبد شوي، وتستمر تحاول أن توازن العمليات الحيوية بحيث أنها توصلك إلى ما يسمى بالهوميوستيسيس اللي هو عملية التوازن في العمليات الحيوية. وهذا كل اللي يصير داخل الجسم. فانتبه من موضوع اللي هو الكافيين وكسل الغدة، انتبه من الموضوع هذا، قد تكون عامل في كسل الغدة. على طاري شرب القهوة، مرة من المرات أو سنة من السنوات كنت مسافر مع ربعي، وكل ما مشينا شوي ومرينا من عند مكان زين يطالعون بالمكان هذا، اوه هذا مكان زين ان نوقف فيه ونشرب فيه قهوة عشان نصحصح. باليوم الواحد تصدقوا نوقف مرتين الى ثلاث مرات وهم زينون القهوة ولا بعد صحصح. ترى كثرة شرب القهوة ما راح تخليك مصحصح، اللي يخليك مصحصح انك تبعد فترة زمنية معينة وبعدين ترجع لها بشكل بسيط وفترات متقطعة، هذا اللي بيخليك مصحصح. تذكر كل ما كبر كوبك، هذا يعني ان دماغك طافي بشكل اكبر.
ما يعني انك تكيف على القهوة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اهو ده خبز البني بتاعنا، هذا طال عمرك خبز البرجر. شوفوا، اطلع اطلع اطلع، هذه معناته انها تاكلها وتقول يمي. هذا خبز البرجر سوينا، وهذا صامولي بعد بالبيت. خل اطلع لكم واحد اهو، شوفوا ميني صامولي، ايش رايكم؟